يا أحبة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام قائم على الاجتهاد العظيم. تريدون عنوانا لهذا الاجتهاد؟ خذوها جملة تغنيكم عما سواها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. جملة والله تغنيك عن كثير من الشروح. أرأيت نبي الأمة عليه الصلاة والسلام المتعبد لربه، القانت، القائم بالليل حتى تتفطر قدماه، المواصل صيامه بالسحر وما بعد السحر، ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، المشتغل بربه، المقبل عليه، البكاء الذي قام ليلة بأواخر سورة آل عمران فبكى حتى بل خديه، فبكى حتى بل لحيته، فبكى حتى تساقط الدمع من لحيته صلى الله عليه وسلم. هو هذا الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أوجزت والله رضي الله عنها، وطوت كثيرا من التفاصيل التي تجعلك تحلق بعيدا في أفق هذا الاجتهاد النبوي الكريم الذي يبعث فينا الهمة للاقتداء به.